دكتور صح؟ اكيد طبعا كلنا بنتاثر، سواء بنتفرج او سواء بنشير او سواء حتى كمان داخلين نضحك او داخلين مثلا نعمل حاجه كوميدي على البوست ده، ما احنا برضو تسببنا ان هو اشتهر اكتر وان هو عمل نسبه شير اكتر. شكرا. في صفحات الهدف منها بهدم البيوت المصريه. ليه بقى؟ لان لما حد يخش يكتب مشكلته وناس مش مختصه اصلا ترد على المشاكل دي وانا اخد الرد ده وامشيه على حياتي، هيهدم بيتي وهيهدم حياتي. لان الشخص اللي بيرد ده هو بيرد من وجهه نظر، وجهه نظره ممكن تكون ماشيه مع مشكلته هو بس ما تمشيش مع مشكلتي انا. ولهذا بقى في علم اسمه العلاقات الاسريه، وبقى في هو اكيد في علم واكيد في مختصين. وانا دايما بقول حتى كمان للناس تحروا الدقه، لان الصفحات اللي بتدعي الاستشارات الصحة النفسية أو الاستشارات الأسرية كتير جدا على الفيسبوك، وناس مش مؤهلة وناس مش متعلمة أو مش عندها مش دارسة شهادات أو دارسة في الاختصاص ده. فالإنسان البسيط للأسف الشديد بيخش يتكلم ويفضفض ويقول كل حاجة من غير ما يعرف هل إن الشخص ده مؤهل ولا مش مؤهل. فحاجات منتشرة على الانستجرام وحاجات منتشرة على الفيسبوك، كل واحد مش لاقي وظيفه فبيقول لك ايه، انا بقيت خبير اسري، انا بقيت استشاري صحه نفسيه. انتوا دي بقى حاجه تعانى منها انت، وممكن يكتب تايتلات كتير جدا على الصفحه ولايف كوتش ولايف كوتش، وممكن يكتب حاجات كتير جدا والناس تخش بكل الناس. هي بتبقى داخله ببساطتها، انت عارفه المواطن المصري عفوي، فهو داخل ببساطته وعفويته شايف عايز يتناقش في مشكله، ففي الاخر يكتشف ان الشخص ده هو بيقول له معلومات غلط، والمعلومات دي هدمت بيته وهدمت حياته واللي خد معلومات. واللي بيقع اكتر ناس في الموضوع ده الستات. يعني انا ملاحظه كده مش قادره ارجع، يعني انا دايما بدافع عن الستات. الستات تفاصيلها كتير تفاصيلها كتير وعندهم مشاكل في حياتهم كتير. حضرتك قلت نقطة يمكن محورية، تفاصيل كتير، وده يمكن اللي خلينا نروح لفاصل بس نرجع نتكلم عنه، لأنه مشاركة التفاصيل. دكتور محمد هاني قال نقطة في غاية الأهمية، فكرة حتى لو أنا داخل أهزر، الهزار ده خطر. هو خطر ليه؟ إحنا مش بس بنخوف من إنه يا جماعة ما تشاركش بحياتك الشخصية، بنخوف كمان مما نتلقى. بعد الفاصل هنسأل عن ده.